خير. احنا هلأ في مكتبة أحد المدارس، رح نحاول نتعرف معكم كيف ممكن نشجع الطفل على القراءة وأهمية القراءة للطفل من الصغر. مزرعة حيوانات أليفة كثيرة. جمعت زين ورزان البيض الطازجة، ثم أطعمتا البط والدجاج، وبعد ذلك لعبتا مع الخروف الصغير والأرانب. مس ماريا، متى ممكن إنه الطفل يبدأ إنه يتعلم القراءة؟ من أي عمر؟ إنه الطفل يستطيع أن يتعلم القراءة منذ صغره، يعني عندما يبدأ الطفل بتعلم الحروف، عندما حتى تستطيع الأم أن تبدأ بتعليم الطفل أو تبدأ بقراءة القصص منذ حملها بالطفل، يعني تستطيع أن تقرأ القصص للطفل وهو الطفل بداخلها، يعني وهي عندما تكون حامل به، ثم عندما مثلا يكبر قليلا أو تستطيع أن تبدأ بقراءة القصص السماعية للطفل، يتعود الطفل على سماع القصص، ثم تدريجيا تبدأ بعرض القصص المصورة للطفل، ثم عندما يبدأ بتعلم الحروف القصص مثلا بتكون القصص البسيطة اللي بتكون فيها فقط كلمات ثم جمل أبسط. عادة لما أنت تقرأي لهم قصص بتفعلوا الأطفال معك؟ طبعا، يعني يكون هناك تفاعل كبير بين المعلمة والطالب، الطالب يتفاعل بكل أحاسيسه، يعني من خلال مثلا حاسة سماعه للقصة، من خلال مثلا أحيانا كثيرا نقوم بتمثيل القصة، بعد قراءة القصة يقوم عدد من الطلبة نقوم بتوزيع الأدوار ونقوم بتمثيل القصة حتى يعيش القصة الطفل، وبالتالي بتكون عندنا ليس فقط القراءة، الاستفادة من الهدف الموجود من القصة. دكتور بين inside, pacing the floor. What's wrong in there? What's up? What's up? Wonder three little bears and one little pup. أين حذائي؟ تحت السرير. في الخزانة، فوق الصندوق، على الرف، بين الأحذية، ألبس الحذاء. كيف يتم تشجيع الطفل على القراءة؟ تشجيع الطفل على القراءة هو دور متبادل بين المنزل والمدرسة. تبدأ الأم بالقراءة مع أولادها في المنزل، وأيضاً تقوم المدرسة بدور مهم باصطحاب الطلبة إلى المكتبة، تكليفهم بالقيام بالعديد من المهمات كقراءة القصص، تلخيصها، وأيضاً التحدث عن الأهداف التي استفادها الأطفال من هذه القصص. كيف حالك؟ منيح. شو اسمك؟ محمد منحم. محمد، احكي لي شو القصص اللي بتحب تقرأها؟ إيه، كابتن أندرباند، ذا وومبكيد، مارفل. طيب، بتتعلم منهم هدول القصص أشياء؟ إيوه. شو بتتعلم؟ إنه لما يكون في أشياء مش عارفها ولا شيء بتعلم منها، وبيخلوني إنه أتشوق، إنه بشوقه، وإنه بتسلى وأنا بقرأها، وكمان يعني بعلموني. في القصص اللي بيكون فيها صور، بتحب القصص اللي بيكون موجود فيها صور؟ اه. مشانهم بيكون يعني احلى وبفهم القصة اكتر، ويعني كمان بيخلوني انه اكتر بدي اقرا. كل يوم تقرا قصص ولا لا بس بالمدرسة؟ لا، كل يوم، وكمان بالمدرسة بقرا، وبقى والقصة اللي بحب إنه أقرأها بضلني شغال عليها ما حد ما أخلصها.
ليزا احكي لي، قد ايه بتقرأي قصص باليوم؟ مرتين. كريم، ايش اكثر القصص اللي انت بتحب تقرأها؟ سبايدر مان وسوبر مان. شو بتتعلم من هدول القصص؟ بتعلم كيف اقرأ واكتب وبتخيلها. بتقرأ بالبيت ولا بس بالمدرسة؟ بالبيت والمدرسة بكل محل. بتحب انت تقرأ القصص؟ بتحب القصص اللي فيها صور ولا اللي ما فيها صور؟ بحبهم كلهم. ألا أبو حمدي، رؤيا.